للأسف الشديد نحن انفعاليين وعاطفتنا جياشة أكثر من عقولنا ومن تفكيرنا، فلذلك ردود الأفعال موازية مباشرة حاضرة في كل شيء، وتجدها في الأبناء. لو أمرتهم بشيء أكاد أجزم المرة الأولى يستجيب لك، المرة الثانية والثالثة إيش يقول لك؟ يقول لك والله ما أنا لا في البيت، عندي حد غير بعد أخوي وأختي وفلان وعلان، أمرهم مثل ما تأمرنا أنا. فهي ردة فعل متوقعة على كل حال، لكن كيف نتعامل مع ردة الفعل؟ مثالها على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المربي الأمثل، هي الوقفة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعلمون أنس بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره منذ كان 8 سنوات في بيته، فأمره ذات مرة وهو طفل أن يحضر له شيئا من السوق. هو طفل كأي طفل، كان مولع باللعب ويريد الذهاب إلى أن يرى الأطفال في 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 الحارة في حواري المدينة ويلعب معهم. قال له لا أذهب يا رسول الله، رد فعله مباشرة طفل. وفي داخله يخشى أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وعواطفه تقول له عليك أن تلعب ثم اذهب. فالمهم أنه ذهب إلى السوق وقضى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد فإذا بالصبية يلعبون في المدينة، يلعبون في زقاق المدينة، فجلس معهم. شوف كيف ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنفه وحاشاه أن يعنف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما ولم أبعث معنفا. فذهب فمسكه من رقبته قفاه وناداه بصيغة الترخيم، قال له يا أنيس، شوف كيف التلطف، يا أنيس أقضيت الحاجة التي أمرتك بها؟ قال له نعم يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يلعب. شوف كيف الوسطية في مسألة التعامل مع هذا الموقف. أول شيء موضوع المتابعة، حينما تأمر طفلك بأمر ويتأثف من هذا الأمر لا تثقل عليه. الأمر الآخر لا بد أن تتابعه فيما أمرته حتى لا يعتاد كسر الأوامر المرة الثانية والثالثة والرابعة، لأنكم تعلمون على أن كسر أوامر الوالدين الأب أو الأم فيه معصية لله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلا إذا كان هذا الأمر والعياذ بالله تعالى في معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا وجب على الإنسان. أنت فأمر المتابعة لابد أن يكون. لماذا؟ حتى لا يعتاد الإبن أو الإبنة على أن يكسر أوامر أهله، فهي تدرج، اليوم يكسر أوامر أهله، باكر يكسر أوامر جيرانه، باكر أوامر معلمه، ألين يتطور الأمر إلى كسر أوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا من الخطورة بمكان.